غادي نشوفوا لي زيكزيرسيس اكزيرسيس 1 اكري ان فيشي تكست ابلي اكزومبل بوان تكست كونتينو بلوزيغ لين. شنو قصدنا هنا؟ غادي نمشي نكري واحد الفيشي سميتو اكزومبل كونتكست ويكون فيه بلوزيغ لين مجموعة سطورة لين ان لين دو و ويتس اوتوماتيكمون يتشزل دي كيسيون تاع اكري بيان بروغرام كي اوفر سوفيسي اون مود ليكسيور اي افيش شاك لين سيباريمون يعني نقرا سطر بسطر اكزرسيس واحد شنو غندير انا خاصني نحل الفيشي اون ليكسور ونبقى نقرا بلين بارلين غندير ويد اوبن اكزامبل هنا اكزامبل بان تكست اون ليكسور اس فايل من بعد كي كنقراو لين بارلين يعني فور بس ليلين فور لاين انو فايل نقرا هذاك لين باش نافيشي غادي افيشي لين لين ان لين دو لين تروا تال لين تمنية هادي كيسيون كيسيون كوبي محسن كوبي داك السون كوبي نردهم كل من بعد هذا خاص اللي بغينا درناه ثاني هو هذا ثالث assurez-vous que le fichier est fermé correctement après la fermeture et ne colombera واش نحتاج نسد الفيشي دابا هذيك خاص تيقن الفيشي متسد باش نسد الفيشي شنو نديرو فايل بانكلوز هذا شنو بغينا اللي بغينا الا درتي ويد ما محتاجش دير فايل بانكلوز اذا انت غتحصل دير فايل بانكلوز هي درت مثلا فايل يساوي اوبن اكزامبل من بعد ندير فور لاين هنا محتاج ندير كلوز اذا خدمت بطريقه اخرى محتاج ندير كلوز حليت فيشي خاطر تسد واني ويز براسي تسد الفيشي متحصلش غير تخرج من المجال ديالها يعني من البلوك ديالها تسد الفيش اكزيرسيس نيميرو 2 نكوبيها Pardon, commandant. Il y a un programme qui ouvre un fichier texte appelé sortie. Pour un texte en mode écriture, écrivez plusieurs lignes ou ouvrez à nouveau le fichier en mode ajout ou ajoutez une nouvelle ligne. Laissez le fichier.
لي زيريفيشن بيغ فيريفي لو كونتون. يعني انا كري ان كري دابا نكتبو في الفيشي، انا اكتب الفيشي باش ن باش نح كيسيون ولا نحل الفيشي و مود ليكسير ندير فايل ايجالاش، من بعد نكتب فيه بلوزيغ لين ندير فايل بوان رايت هو تقترح عليا بونجور اكسترا، من بعد نسد الفيشي على الفيشي فايل بوان كلوز صافي صار. دابا نكتب فيه الفيشي مرة أخرى، بغيتي تزيد عليه، زيد على الفيشي اش مود باش غنحلو اتعاود غير المود غادي يولي أبند، يعني غير نزيد ماشي غير الفرق بين هذا وهذه هذا في اللي كان فيه شي محسوب غير تحيد الاخر في الاخر تنزل. عندنا هنا فايند را بدا نزيد واحد السطر، غير كنت نزيد واحد السطر ومن بعد نسد فايند بانكلوس يريك بلي زي لو فيشي بور فيريفي لو كونتوني. يعني غنعاود نحل الفيشي باش نقرا فيشي، نديرو هاد المرة ويد فايل اوبن ونقرا المحسوبة ديالو السوغ اللي فيه ميتيغ راسي بلا ما نعاود نحل. ها هو راه المحتوى كيما كتبتو بونجور تو لو موند كومون تاليفو جو سو كونتون دو فواغ جو سو كونتون دو فواغ شي كتبنا هو هاداك. هذا بالنسبة ليكزيرسيس نيميرو دو. ليكزيرسيس نيميرو تخوا مانيبيلاسيون ديال لي فيشي سي اس في، كيك بيني ان فيشي ابلي ايتوديون بوان سي اس في avec les informations suivantes. Il y a des informations dedans. On crée un fichier qui s'appelle étudiant.csv. Cher, créer un fichier étudiant.csv. On va dire exercice 3. Compétent. Il veut dire créer, il lit le fichier et après chacun se forme d'une liste. Il y a une question. Il y a de la commentaire. Je suis en train de dire là-bas. Je vais être en train de CSV. Je suis en train de dire. Je suis en train d'importer. المود CSV امبورت CSV ونحل الفيشي. يعني ندير فايل نساوي سميتو يسوتيا ونخدمو بويد احسن ويد وندير هنا يسوتيا. غادي نقراو لي في الريدر باش نقرا الفيشي، يعني هادي بلي عندي الفيشي ومن بعد كل سطر في داك الفيشي غنافيشي. هنا غنافيشي غادي يبان ليا دونو البخينو اليس هي غادي شنو عندنا في الفيشي اتيدين باسيس في دونو البخينو اورانج. السبب فاش بغيت تحل الفيشي راه ممكن مش بالضرورة تكون الفيرغول هي السيباغاتا، شي مرات يكون بالنسبة للفرنسي ديليميناتور هو باش نقسم باش نفرق هادوك لي كولون. المشكلة إذا كان الفيشي فيه الفرنسي وفيه الأرقام، الأرقام اللي فيهم منفصلة اش منفصلة تنديرو حنا في الفرنسي تنديرو ماشي بوان تنديرو هاديك الفيرغول. وبالنسبة السي اس في الفيرغول عندها المعنى ان تنقسم بين هذوك لي كولون. الفرونسي غالبا غتلقى بلاصه الفيرغول بوان فيرغول مثلا تكون بهذه الصيغه هذه. غادي نعوض الفيرغول بالبوان فيرغول دي رومبلاسي اكو دي فيشي سي اس في مثلا سي اس في كريت في اكسل شجبته غتلقى بوان فيرغول. يعني فاش غتجي دير ريدر انا نقول انا نقصو مين بالبوان فيرغول خاص لونغلي ما عندهمش مشكل ان عندهم الفاصله في الارقام ندير نقطه. الفرنسيين عندهم مشكلة لأن الفاصلة راه
تخلق مشكل. هذا اكزيرسيس 3. اكزيرسيس 4 كفي ان بروغرام كي افيشي افيك ابلي امبلوي اكريفي. دابا غادي نكتبو في هاد الفيشي هذا اكزيرسيس 4 زيرو كات بايثون. يعني نكتبو نكريو الفيشي سميتو ابلي هكذا نحلو اون كريتور ونكتبوه نكتبو فيه لي زانفورماسيون اللي عندنا هما هادو هادوك سميتهم بيرسون زيرو بيرسون يساوي ليست فيها ليست أخرى ليست هنا وهنا كوبيو معنا عند الريجريش كوبيش هادو سكوبيو شبان راستر ندير هادو هكذا هادو عندنا هكذا مرام بيرغيل هكذا كل واحدة فيها من دري لها اليمين بعدنا عندنا هاد لا ليست بغينا نسجلوها ليست اوف ليست يعني ليست ديال ليست بغينا نسجلوها في فيشي سي اس في غادي نحلو الفيشي ويز اوبن فايل شي بيرسون سميتو امبلوي بوان سي اس في وفي كل بيرسون شرات شرات خاصنا الريدر هنا غادي خصنا الريدر فايل غنديرو ريدر رايت راهو غادي نكتب ستوب غادي نقول لك كل بيغسون في لا ليست ندوز لا ليست من اللي وصل الاخر وكل مره كيكتب هذاك الفيشي وخاصنا امبورتي في شيء ساس انا نامبورت المودل ساس بس اوكي خاصنا في البروغرام نديرو كذا ونشوف يجي فينا امبلوي في رانا تكسب هذا الرومو ذاته حس ما فجأة بدأ يكسب الأقصى ما خدمتليش مزيان هذا اللي فيهم الأقصى ما تعرفش مزيان من هذا بالنسبة لي كثير سنين Lisons ensuite le fichier pour vérifier que les données sont ont été correctement entrées. Nous allons d'abord en écrire. With en écrire le fichier, et on dit open, on fait lecture, on dit reader, on met bad, on laisse tomber le reader, on fait ça. On dit attendre. لو كونتوني ديال الفيش اشنو اخرى عندنا هنا بغينا نقراو الديكسيونير نفس الميثود يوتيليزي الفيش ستوديو كري افيك ليكزيرسيس بدا كري ان فيش ان بروغرام كي لي الفيش سي اس في اون يوتيليزون ديك تريدر يا فيش سكلين سو فورم دان ديكسيونير ليكزيرسيس 5 بدنا امبورتي سيرفر
We're gonna crowd with it's it من بعد شو غيدير وين شرا الريدر رغم غير شد الريدر وين ديكت ريدر ديكت تاسي بي وين ديكت ريدر ديال الفايل من اتشيديون كادنا بامبر راه قراو فين ديك تريدر غادي نقرا داك الفيشي وديري من اتان دابا اش بقى لنا نديرو ندوز كل سطر وان افيجي فور راو ان ريدر اش غدير افيشي لديك السطر هو عطاني لو نو دي بون اليس اكسترا هذا بالنسبة نفس القضية إذا بغيتي تكتب يكون عندك ديكسيونير اوبس وتكتبو كري برودوي اكتبي لي زانفورماسيون سو فورم دان ديكسيونير فيريفي كو تسو لي دوني سون كوركتومون فورماتي اكزيرسيس ستة هنا شو الشيء تبيكم مزيان شوية اكزيرسيس زير ستة بوان تلاتة ومونتي هذا كري ان فيشي كري ان بروغرام كي كري ان فيشي او نفيريفي كوركتومون فورماتو انا غادي نحل الفيشي في هذه الحاله بغينا نكتبو ندير ويد اوبن او راه ديجا جاب غادي نحل الفيشي برودوي اون اكريتور فيلد نايم موا تقريبا اللي تكون الفوق مشينا الفيشي اتيديون هادوما لي شون ومن بعد نكتب فيشي ونقول لي هذه الزون دو تير ما هذا ونكتب اللين الاولى ثاني الثانيه ثاني الثالثه غادي يكون ديكسيونير فيريفي يعني انا نحاول نحل فيشي ويب اوبن سيغ هاد فين باقي ما امبورتش وقال انا قرا سطر بسطر ندير في واش خشيت الداخل اما كامل برودوي ان اورديناتور لو بري 1500 كونتيتي 10 كلافي سوري خشي الداخل انا بالنسبه باش تكتب في ديكسيونير تدير اسمو رايت سراو تقرا الهيدر بدا فاش تقرا تكتب تدير الفيشي اللي بغيت تحل وشنو هما دير فوق الفوق تعطيه لي ليست ديرهم شنو عندنا الفوق عندنا سميت لي كولون كولون برودوي كولون بري وكولون كونتيتي هنا غدير ليه رايت هيدر يعني غادي يكتب داك السطر الاول من بعد تكتب ليه الديكسيونير كل وحده من هادو تعطي القيمه ديالها وتكتبها في القرايه راه شفنا القرايه ديال بيتي سكو اكزيرسيس 7 كري افيشي JSON appelé données.json pour faire les informations suivantes. Un copier-ci. On crée fichier d'expression données.json. On crée. Ça fait un fichier D. On donne l'exercice. نسير سبعة بيضا باش غادي نخدم انا غانبورتي جيزون غادي نحل الفيشي اللي ندير ويد اوبن فايل وسميتو دوني بون جيزون لود
قلنا لاود جيزان فيها جوج لي ميثود مهمين، لاود باش نشارجي ودامب باش نكتب. بس في كل سطر في دوني نقرا شنو فيه. هنا عطاني دونو لال بخينو اوناج. download from page ايش اللي بعده ده انتبه كيف يم برنامج كيدي لستيشي افيش دو سو فورم ان ديكشنير مش ما طمش مش ما طمش مزين ماتين داتا ديال دابا داتا ني ولا نكتبو باش نكتبو مزيان ندير اف سترينغ راه غير يعطي غير سميت لو شون بحال النون بخين وكدا غادي نكتب راه براسو اف سترينغ هنا وندير ليه جوج نقط افاشي نقد شي افاشي ليا كل وحده بوحده هو لو نو دي بون البخينو اليس ولاج ثلاثة. هذا بالنسبة فيشي اكتبي ان بروغرام كي يدير الفيشي ديال هكذا موديفي سو بروغرام بو اجوتي ان نوفو شون فيل باغي انا قلت هنا انا جوتيو من عندي هاد الداتا راه ديكسيونير هذا ديك سبرانس داتا نيشان هذا عطاني ديكسيونير اللي هو هذا اذا بغيت نزيد ليه فيل شنو ندير انا هو ديكسيونير بحال اي ديكسيونير حيت هذا بارسيل اذا بغيت نزيد ديكسيونير سميتو واحد لوش واحد لكلي شنو ندير داتا ديك خد زيد ليها فيل والفيل غتكون فيها باري باري لك اسمين يا باري اش بقى اش بقى لي بغيت نسجلو اللي هذا غنديروها ويب نحل في الشيء دونن اون اكريتور اون كتفتي اون دير دامب لاوت باش نشارجي و دامب باش نكتب عف نقرا لي دونن من بعد درت شارجر في هاد دون داتا زدت ليهم ندير انا باش تقدم هادي زدت ليهم لا فيل من بعد حل عاود حليت الفيشي وكتبت كلشي في هداك الفيشي سميتو اف ندير هكدا ونعاود نشوف دوني فين هي واش تزات هادي بقى هي فعلا مزات زات لافل اكزيرسيس 8 Créer un programme qui lit une image en mode binaire. Quand les fichiers binaires qu'il va devoir utiliser, les petites cartes binaires, parce qu'il y a le mode de rendre. With open. نسمي الشيء صافا ماش وانجبت بغا تقراها تزيد لها ماشي غير ار بوحدو ار بي ولا دوبل في بي باش نقول بغيت نقرا بينات
وصلت قرار يدوني براتي، غادي تقرا المحتوى كامل من بعد افيشي، غادي افيشي ليا ويني ما يمكن فين ما تقرا، تقرا وهيك زاد السيمان شي بينار ميم. اذا بغيت تتعامل معاه خاص تكون عارف كي داير فورمال ديك الفيشي كي خدامه. تقدر تقراهم في حالة مثلا بغيت تصيفطهم في الريزو ولا بغيت تبدا، تقدر تقراهم بينير وبقا تصيفطهم بوحدها، وجا اخرى بقا يتعرض ليهم وبقا يحولهم. وعاد بحال كثير نصيفط فيه شي من هاد البيسر بس اخر، نقدر نقراهم بينير ونصيفطهم في جوج اخرى يجي يرجعوا في شي من الحالة اللي قدر انتما مثلا تحتاجوها. من الحالة الافونسي اللي خاص تكون عارف انت كي خدام، يعني كي كتب بيان بروغرام كي كوبي سيت ايماج ان نوتر فيشي ابلي كوبي ايماج، يعني فاش قريت في داتا ايماج من بعد بغيت نكتبها غادي نحل ايماج دو ونكتب فيها هذيك الداتا الشيء اللي قريت من الفيشي الاول نديرو هنا سميتو غير كوبي ايماج، سميتو كوبي ديال هاد المعلومة وندير لا دابا نشوف اش تكريات هاد الكوبي هاي تكريات فيها هنا فيها هاديك ليماج الأولى، خدا المحتوى كيما هو بينات ودار في شي لاخر كيما هو فيريفي كو لا كوبي ديماج ايدونتيك على الاوريجينال، يعني غاتفيريفي واش بحال بحال هادي وهادي هي نفس انا خليت لي ماتش كمان هذا اكزيستس باش تبيري في انا واحد في شي اكزيست كريا بروغرام كي اذا كان واحد في شي سميتو اونسان اكزيست دون لو ريبورتوار دو ترافاي نشوف واش كاين واحد في شي اكزيستس سعود اوكي تمام باش انا احتاج باش نفيريفي احتاج موديل او اس امبورت او اس غادي نشوف سي نديرو اف هداك الفيشي او اس او اس بامبات بوان اكزيست سميت الفيشي لي قالو هنا سميتو أونسيان فيشي أونسيان فيشي بوش و تكستي في هاد الحالة نقدر نقول ليه مقريش شنو ندير غير كفيريفي واش كاين مكاش، يعني ندير نصور برانس exist the fish exist else the fish exists but بعد نقول الفيشي كان في هذه الحالة شو يعطينا ما كاينش يعني ما عندش فيش سميتو شو يعطينا exists خاصة واحد اس اكزيست كلوزن بيرسونيل نورمال هنا نكزيست با وين اللي عطيتو فيشي اللي كاين عندنا في الدو في الدوسي ما يمدي فيش راه عندي فيشي بعدا ماشي نيشان فيشي سلاش اونسي مثلا عطيتو شي فيشي كاين فيشي مثلا ايماج ان ايماج بوان جي بي جي هادي غادي يقول ليا لو فيشي اكزيست عطيتو مثلا ايماج 3 اللي ما كايناش بيقول لي نيكزيست با خاص شي مرقه فيريفي ولا كان اكزيست عاد دير واحد الخدمه ما كانش ما كانش ما ديرهاش كومبينو زو دو ميثود كري ان بروغرام كري ان فيش سي اس لي ابلي كوموند افيك لي كولون اكريفي اون بلوزيور لين دون سو فيشي اون اوتيليزون ديكت رايتر لي زيرو فيشي باش كيفاش نديرو هذا راه تشبه لواحد التمرين قبل اكزرسيس 10 اون بيتن اون بورت بيزفي من بعد خاصني
من وين كتب أخذنا نحل في الشيء ونك في الشيء وين أوبن فايل أنا غاس ندير إرخيص هنا سميتو كوموند سيقنا بديش من ذلك كوموند وغادي خصنا ديك الهيدر الهيدر يساوي اشنو عندنا الفقرة بي دي اف لونو البرودوي كوانتيتي لونو البرودوي كوانتيتي من بعد غادي نقراه كديكسيونير باش نقول لي غادي نقراه ورا لي زونتات وما هذيك لا ليست يعني من بعد غادي نقرا نكتب الهيدر نكتب السطر الاول عاد نكتب بلوزورلين بس صافي بس لعبنا دابا غادي نكزيكوتيو وعطينا هنا واسمت الفيشي كوموند هو هذا فعلا كاين عندنا لي كوموند الموديفيكاسيون ديال ديال فيش سي اس في غادي نرجعو هداك فيش لي سميتو اتيديون 11 اكزرسيس شو خاص نديرو امبورت سي اس في ويد اتيديون تيقرا البداش غادي يقرا الفيشي ومن بعد واش هكاك كتبي بريزيدون اجوتي اون نوفيل كولون بغينا نزيدو دابا اون كولون يتسيدون فين هي؟ مش عارف واش ستركتور ديالها يتسيدون دابا عندنا اللي تدون فيها فيها لو نو البخينو و لاج كي كاشنو بغا نديرو غنزيدو لو نوت ومن بعد عطا شي نقطة كامل نعطيها من نفس النقطة هذا هو الهدف من التمرين يعني غنشد هذاك الفيشة اللي عندي قبل 2011 قريت نقرا داتا نسوي ريتر ليت برنس ليت برنس ريتر شاتنا اوبجكت فور راه هنا ليدر اش غيدير برانس راه هنا غادي نفيشو باش نجيبو غنديرو عطينا هنا من هذا ديكسيونير بغيت نزيد له بلاص ما ندير برانس بغيت نزيد له واحد نوت اش غندير ان ديكسيونير بغيت نزيد له واحد الكلمة جديدة شنو هي ندير دراو وندير نوت ونعطيهم مثلا كاملين 20 دابا عندي ديك وخاصنا نحل سنة واحد إذا قدرت فور وخمبت لها ما غاش تبدل فيها أتوقع نزيد لها النوت هنا راهو براسها قيمة أقاسها
غنزل تلي نوض دابا ما غزل لي. إذا خاصني واحد شي ليست باش غنجمع فيهاش، ندير مثلا اسيتو ونديرها طيب. عاد ندير اسيتو هابا ندرها نزيد لها ذكرى، عاد من بعد نحل في شي نكسب فيه ويد open الاستديو وهو براسو ونعاود نكتب فيه هذاك الشيء اللي عندي في الاستديو ولا ستوب نعطيه ونشوف اش غادي اش يتزاد وما يتزادش. هنا الاستديو الاستديو تكتبها في لحظة هنا مثل زين ماشي كسبت الرايت نسيت 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 نكزيكوتي نشوف كلشي براسو راه تبدل هنا اتزاد كتبو شي نقط سيبون نحيد لهم هادو النمط في البداية ونديرو نعطي هنجرب فين هنا الاكزرسيس 11 صافي راه تزادت اكزيرسيس 12 في ان بروغرام كي لي دو فيشي تكست ان ديستانكت فيشي ان فيشي دو كومبين لو كونتوني دو دو فيشي اكريبون لو ريزولتا دون ان نوفو فيشي فيشي كومبين يعني الفيشي الاول والفيشي الثاني بغيت نجمع بغيت لي دوني ديال الفيشي الاول بغيت نكتب فيه نزيد عليه هذاك الشيء كان فيشي دو ونديرو فيشي طرو هذا هو هو الهدف من التمرين نكريو ستو كلشي كلوز اول ونديرو فيشي فيشي واحد مونتكستي نديرو فيه مثلا فيه كتبو حنا في غير فيه فيشي واحد او ونديرو فيشي دو بوان تكستي كتبو فيه فيشي دو دابا شنو الهدف عندي فيشي الاول مكتوبة فيه شي حاجة فيشي الثاني مكتوبة فيه شي حاجة بغيت نجمعهم داكشي اللي فيهم بجوج ونكتبو فواحد الفيشي رقم ثلاثة اكزرسيس 12 بعدين نحل الفيشي اللي ونقرا شنو فيه ونحل الفيشي الثاني ونقرا ونزيد على الفيشي الاول ومن بعد نحل الفيشي الثالث ونكتب فيه ويد اوبن طيب نعم فيشي واحد ما تكستي بعدين نقرا داتا انا نسمع التكست تكست يساوي 500 من بعد نفس القضية في الفيديو الثاني ويد ويد
the text plus égal نرجع للسطر ونزيد لك شنو غنقرا في الجزء الثاني. بقى ليا نحل في الجزء السادس ونكتب فيه تكست. هادشي اللي مطوفت منه. تحل في الجزء الاول تقرا تزيد على داكشي في الجزء الثاني. من بعد في الجزء الثالث من الناس في الجزء الثالث كاليك سميتو فيشي كومبين فيشي كومبيني هي جمعية دزتي اكزيكوتي ايه كانو هذا خاص تقرا باش تكتب سي بون. دابا نشوف هاداك فيشي رقم ثلاثة اكومبيني فيشي اه ولما تقراش فيشي ده لا رد هو زيد علينا باش نسيقنا شنو هادشي نكتبو هنا نديرو برانس التكست واش نشاطي شو في غير في الشقة راه صبره بري بالفا ما قراش في شي دير اش رقم جوج ما كتبنا فيه والو راه كان صحيحه ما كتبنا فيه والو ندير خطا سي بون كومبيني صافي الشيء اللي كان في التمرين كاين شي اسئله في هادشي رايت اكسل واش انا نكتبهم لكم في الكومنتير ار ثاني بها رايتس ريد شي مرة دور ري ثاني رايتس وكاين ابند نقدر نخدمو نفس التمرين نقرا المحتوى ديال هذاك ندير هاد التكست ونكتبها الفيشي من بعد نقرا المحتوى ديال الفيشي الثاني ومن بعد ندير ابند ونكتبها في الفيشي تكست يعني قريت الاولاني وعاد كتبت الفيشي تكست وسديت وعاد قريت الثاني واستوقيت في داك الفاريبل تكست من بعد كتبتهم في داك الفيشي المزدد ثم راه تحتاج هذيك مثلا غاتكتب المره الاولى ما غاش تحتاج في ستور بلاس تكتب المره الثانيه غاتدير ابند يعني ا بوغ ابند ار بوغ ريد رايت ولا درت العمليه غاتعطيني نفس النتيجه في الاخر الا درت هادي هادي نلقى هي ما رجعت للسطر هنا قبل ما ندير رايت غادي نقول لها غتبقى تكتب هكذا ارجع للسطر وزيد عليها التكست ديالي باش كتب الاول راه ما تيرجع للسطر اللي ما قلتليش رجع للسطر باش غندير هكذا نمشي لكومبيني دابا مزال كاين شي سؤال اخر كاين شي سؤال لا تعرض طبقوا ليش